تظاهرة واحتجاج تتكرر هذه المرة أمام بوابة إحدى الشركات النفطية وسط مطالبات بالتعيين لشريحة المهندسين. يفترشون الأرض بحثا على من ينصرهم ويستظلون من حرارة الشمس خوفا ألا تتبدد أحلامهم وتصبح في طي النسيان. سنوات الدراسة قضوها وأنهكتهم، لكنهم أرادوا رد الدين لها. البحث عن التعيين وسط عشوائيات القرارات السياسية بات صعب المنال لأبناء هذه المدينة الجنوبية التي تعطي الكثير من النفط وتقبل بالقليل القليل من الوعود تجاه أبنائها. مبدئياً إحنا لازم نسولف على جانب معين. الجانب الأول هو أنه كل سياسيين العراق وكل نواب البصرة وكل المسؤولين عن البصرة لازم يعرفون أنه هم وظيفتهم هي في خدمة الشعب، أوكي؟ هذه شغلة، ولا يغرهم الهندام ولا تغرهم المناصب ولا تغرهم أي شيء ثاني. هم وظيفتهم الأساسية هي في خدمة الشعب. هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا كان البلد مخترق رجاء خلي يقولون لنا أنه البلد مخترق، إحنا 400 إلى 500 مهندس ما نقدر نعين على مود إحنا نقعد ببيوتنا. مظاهراتنا اليوم شركة نفط البصرة، وكانت إن مسيرة فيش المظاهرة للمحافظة، وللآن ماكو استجابة. يعني نريد بس نائب واحد يطلع لنا، ماكو أي استجابة. يعني شنو هالسبب التهميش، وخصوصا احنا فئة المهندسين للآن ماكو تحقيق لأي مطالب. ليش ما أدري، يعني حالنا حال الطبية، معدلاتنا أكثرها فوق 90. المشهد بات أكثر سخونة مع ارتفاع مطالب الخريجين، ليثير عاصفة من الغضب تجاه الصحفيين بسبب نقلهم مطالب الخريجين. على قاعدة من ليس معنا فهو ضدنا، حول مشهد الاحتجاجات إلى ساحة اعتقال وتكميم للأفواه من قبل القوة الماسكة للأرض، حتى أصبحت الكاميرا قيد وتهمة تلتصق بكل من يدخل صاحبة الجلالة. حاولنا أن نتدارك الموقف وننساق معهم إلى مقرهم الذي يتحصنون به خوفا من سلاح الكلمة، لنترك استفهامات كثر على من يتصرف بمزاجياته تجاه السلطة الرابعة في كل زمان ومكان. لكنهم متيقنين من أن سيف القمع أعمى مهما أرادوا القصاص به. وللحديث بقية. توكل على الله. تمنعني عيني. ما تمنعني. توكل. ما تمنعني. توكل بعد روح. لا ما تمنعني. يلا روح يا أبو. واقف هنا أنا. عندك إجراء قانون أخذه يا. سعد. سعد. خدمت. يلا. بركة الله. سعد. خدم برمي. يلا. سعد. كاميرا. مصطفى الشمري، قناة التغيير، مدينة البصرة.